أصدقائي عشاق القطط حول العالم، أهلا وسهلا بكم. كرات الفرو هذه قد تفعل أشياء طريفة، وعلى رأس القائمة طبعا أنها قد تفضل الاستيقاظ بينما أنت تريد النوم والراحة، ولا يجب أن نلومها على فعلها هذا، وذلك لأنها تتصرف حسب غريزتها ولا تفعل هذا عمدا. ولحسن الحظ هناك أشياء إذا انتبهنا إليها فيمكننا عبرها مساعدتها على التأقلم مع نظام حياتنا. وقد تكون ترغب في معرفة الأشياء التي تفعلها قطتك عندما تكون مستيقظة بالليل، ولا تقلق، فإن شاء الله في هذا المقطع سنتعرف على الأشياء التي تفعلها قطتك إذا كانت من عشاق السمر، كما سنذكر لكم الأسباب التي تجعلها تسهر بالليل، وكذلك سنقدم لكم بعض النصائح لمساعدتها على النوم معك في نفس الوقت. وهذا هو الهدف من هذا المقطع. وقبل المشاهدة لا تنسى دعم محتوى القناة عبر الضغط على زر الإعجاب وفرجة ممتعة. ماذا تفعل القطط بالليل عندما تكون مستيقظة؟ اللعب هو من أكثر الأشياء التي تفعلها القطط ليلا عندما تكون نائما. إنها تجد راحتها في سكون الليل وتبدأ تستمتع باللعب أكثر مما يحدث بالنهار، وقد يكون هذا مزعج للبعض ولكنه ممتع بالنسبة لهذه الكائنات المشاغبة. بل وأكثر من ذلك، إن بعض القطط قد ترغب في المزاح مع أصحابها، فبينما أنت تكون نائم هي تبدأ في مداعبة أطرافك وربما قضمها إذا سنحت الفرصة في ذلك، وبالإضافة إلى أنها قد تجد عندها رغبة غريبة في القفز فوقك ومحاولة اللعب معك أو النوم فوق رأسك، فبعض القطط تحب هذا أيضا. وهناك مربي قطط كثر يسمحون لقططهم بالتصرف حسب رغبتها. وطبعا ليس هذا كل شيء، لأن بعض القطط يكون لديها جدول أعمال مزدحم أثناء الليل. فبالإضافة إلى كل ما تم ذكره، هناك من تأتيها شهية عجيبة للغناء والإنشاد ليلا، فتبدأ في إظهار موهبتها للعالم، أو قد تحاول استكشاف البيت وعد أثاثه للتأكد أن جميع القطع موجودة في مكانها. وحتى لا نظلمها، ليست كل القطط تبقى مستيقظة وتفعل هذه الأشياء. هناك قطط مؤدبة تنام عندما تنطفئ الأنوار مباشرة. لماذا قد تبقى القطط مستيقظة أثناء الليل؟ إن الملل هو من أكثر الأشياء التي تجعلها تبقى مستيقظة. فإذا كانت القطة تبقى نائمة طوال النهار ولا تلعب ولا تستنزف طاقتها، فسوف تستيقظ ليلا من أجل اللعب وربما من أجل مطاردة فرائس وهمية لا تراها إلا هي. وأيضا هناك بعض القطط لا يوقظها من النوم إلا الجوع، خاصة إذا تناولت عشاءها في وقت مبكر وكانت ساعات الليل طويلة، فهذا يجعلها تشعر بالجوع وبالتالي تلجأ إليك من أجل إطعامها. وأيضا إذا كانت مريضة فقد يجافي النوم عيونها وتأتي إليك من أجل المساعدة، أو تبقى المسكينة مستيقظة في أحد أركان البيت. وكما تعد الرغبة في التزاوج من أكثر الأسباب التي تجعل القطط تسهر بالليل وتفعل صوت العواء الذي تنادي عبره شريكها. إذا كانت لديك قطة فكيف تساعدها على النوم معك في نفس الوقت؟ أولاً، ضع ميعاداً محدداً للنوم. القطط مثل الأطفال الصغار، حيث أنهم يستجيبون للمواعيد المحددة مثلهم. إن الحفاظ على روتين معين في كل ليلة سيساعدها على النوم معك في نفس الوقت. عندما يحين وقت النوم، أوقف كل مصادر الضجيج مثل التلفاز، ثم أطفئ الأنوار، وواظب يومياً على نفس هذا الروتين. فالقطط كائنات تحب روتينها، اجعلها تستنزف طاقتها عبر اللعب معها في أوقات النهار. وإذا كنت مشغولا يمكنك أن توفر لها أشياء تصعد عليها، وربما أيضا فرائس وهمية لمطاردتها، ولا تنسى أن تكون عندها مساحة كافية للركض فيها. فهذه الأشياء كلها تجعل صديقتك الأليفة تصاب بالعياء وبالتالي تخلد للنوم باكرا. خصص لها مكانا مريح لتنام فيه. طبعا إذا كانت تزعجك ولا تدعك تنام، وحاولت تجريب جميع الحلول ولا حل اشتغل معها، يمكنك أن توفر لها مكان خاص تنام فيه خارج غرفتك. ضع لها فرشة مريحة وبعض الطعام والماء، وطبعا لا تنسى صندوق الفضلات. قد تحب قطتك هذه الفكرة، خاصة إذا كانت تحب الخصوصية،
فبعد أن تغلق باب غرفتك يمكنها هي أن تتصرف بحرية في المكان الذي خصصته لها. أتمنى أن يكون هذا المقطع ممتعاً ومفيداً، وإذا وجدته كذلك لا تنسى الإعجاب بالمقطع، فهذه أفضل وسيلة لدعم محتوى القناة. إلى اللقاء.